اخوتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سنتكلم عن موقع وزارة العدل، الا وهو موقع صك، والاشياء التي يمكن المزايا الخاصة بهذا الموقع. فمن خلال هذا الموقع كما ترون كمندوب بصفة عامة، لانه فيه خدمات كثيرة، لكن سنتكلم عن الخدمات التي نشتغل عليها بالشركات إلى آخره. فهناك خدمة تصديق على التوقيع، أي في حالة وجود عقد ما بين شركة وثانية يمكن عمل العقد على الموقع هنا وتوثيقه من خلال الموقع كذلك. وكذلك في حالة عقد بيع، عقد شراء خاص بالشركة، تمديد المدة الخاصة بالشركة كذلك، نعمل مدة تمديد عقد تأسيس هنا. فكل ما عليك هو الدخول على الموقع، ندخل بطبيعة الحال بالبطاقة الشخصية، فهنا خلال الموقع سنتكلم أولا عن المزايا والأشياء التي يمكن عملها خلال الموقع. بعد ذلك سنخوض بعض التجارب ونعمل على هذا الموقع. إذا فأهم شيء هنا دخول كشخص وليس شركة، حتى لو كان مثلا عقد متعلق بالشركة فلا بد الدخول بالشخص وليس بالشركة. ندخل على الموقع كما تلاحظون، فهنا سنجد رئيسية طلباتي وبعض الإرشادات إلى آخره. فأهم خدمة بالنسبة لنا خدمة التصديق على التوثيق أو خدمة التوثيق. فسنأخذ مثلا خدمة التصديق على التوقيع. هنا كما ترون يعطيك نوع الخدمة المراد الاشتغال عليها، مثلا عقد. وهنا في حالة وجود عقد بين شركتين، مثلا شركة تنظيفات وشركة، العقد ينعمل على الصك. كذلك بالنسبة للمقاولات، في حالة الاشتغال بأشخاص من شركة ثانية يجب عمل العقد على الصك وليس فقط إمضاء. كذلك فسخ عقد، فتح حساب، تصديق على التوقيع الجهات الخارجية. فهناك مزايا كثيرة لهذا الموقع. نأخذ مثلا العقود، فكما تلاحظون هنا عقد اتفاق، أي ما بين شركتين، اتفاق من الباطن، إيجار منشأة، إيجار مركبة، توريد مواد، مقاولات من الباطن، أو عقد إيجار كذلك، يمكن كلهم عملهم من هذا الموقع. بالنسبة كذلك سنأخذ الخدمات التوثيق، لنلاحظ ماذا يوجد خدمة التوثيق عفوا. هناك خدمات الرهن، البيع، توكيلات، توثيقات، وظهور الشهادات. فكل ما عليك اختيار الخدمة المراد للاشتغال عليها واتباع الخطوات بطبيعة الحال. وهنا خلال طلباتي ستلاحظون نوع الطلبات، طلبات أبشير، طلبات توثيق والتسجيل العقاري. مثلا طلبات التوثيق التي تهمنا هنا يمكن ملاحظة الطلبات الغير مكتملة، أي الطلبات التي ابتدأنا فيها ولم نكملها. وهنا يوجد طلبات تم الموافقة عليها من طرف وزارة العدل، وهنا الطلبات المكتملة في حالة أردت أن تأخذ نسخة من هذا الطلب. مثلا هنا لدينا توكيل، عقد تأسيس، وتوكيل رسمي كذلك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الفيديو القادم سنتكلم عن ونأخذ مثال لعقد بيع وعقد اتفاق ما بين شركتين إن شاء الله.